السلام عليكم ورحمة الله. النهارده هنسجل سيشن مهمة جدا في موضوع الباسورد بتاع الايميلات، اللي في ناس كتير بتيجي تقول لك انا الباسورد بتاعتي اتسرقت وهاكر والكلام ده. لا، هي بتبقى في حاجات بسيطة يعني ما بناخدش بالنا منها وبنقع فيها، واقرب الناس ممكن اللي بيبقى قاعد جنبينا او بيبقى في ناس كتيرة اللي بيقعد على اي على اللابتوب بتاعنا او البي سي، ممكن هو بيبقى عارف الباسورد. يعني الموضوع بيبقى بسيط جدا لو انت عندك معلومه بسيطه عن موضوع الباسورد اللي بتبقى معمول لها سيف على جوجل كروم او الفايرفوكس او الاوبرا او اي براوزر. كل براوزر بيبقى فيه حاجه خاصه بالمانج باسوردز، فبالتالي احنا يعني يا ريت ناخد بالنا جدا في حته الباسورد اللي احنا بنعمل لها ريميمبر اول ما بنسجل اي ايميل او بنعمل ريجستر لاي حاجه. فالباسوردات بتبقى متسجله على المانج باسوردز بتاعتنا، فياريت ناخد بالنا جدا. هي المعلومه دي اغلب الناس بصراحه انا شايف ان هي ما عندهاش معلومه عنها، وهي لما نيجي مثلا نروح على السيتنج بتاعت جوجل كروم عند ادفانسد عند جزئيه المانج باسوردز، لما بنعمل ريجستر لاي ايميل سواء بقى على ويب سايت بانك او ايميل هوت ميل او جيميل او اي حاجه، فبتسجل لنا الويب سايتس اللي احنا عملنا لها سيف للباسورد بتاعتنا، وبتسجل لنا اليوزر نيم، وبتسجل لنا الباسورد بتاعتها. فلو مثلا اليوزر مش عامل باسورد للجهاز بتاعه، فمجرد ما دوست كلمه شو ان اهو هتظهر لي الباسوردات اللي هي بتاعت اي ايميل هو مسجلها. لو انا عامل باسورد، لما بيجي مثلا حد يعمل شو هيطلب منه ان هو يدخل الباسورد، فمجرد ما هيدخل الباسورد هتظهر له. هي الفكره بس كلها ان احنا نخلي بالنا جدا ان مش اي حاجه نعملها سيف، مش مثلا لما نيجي نعمل اكونت ريجستر ان الريجستر على اكونت خاص بينا في البنك او اكونت خاص بينا بالايميل، نخلي بالنا جدا ان احنا ما نعملش سيف للباسورد كامان لينا، يعني عشان ما يبقاش الباسورد بتاعتنا شيل مع ناس كتير. وغير كده كمان في سينك مع جوجل كروم مع الايميل وفي حاجات كده كتير، فجوجل كروم على قد كده هو نوت سكيور يعني. شكرا.